السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع مسيلة وبالضبط في بلدية سيدي عيسى لنقف على الأشغال نتاع هذه المستشفى الجديد الخاص بالطب الاستعجالي الجراحي. إذا والأشغال هذه تاع هذا المستشفى اللي عرفت تأخر كبير الآن انتهت يعني تقريبا 100%، وسوف ندخل في المرحلة تاع التجهيز نتاع هذا المستشفى الجديد للطب الاستعجالي الجراحي ببلدية إذن سيدي عيسى بولاية المسيلة. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.